بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة الفصحى 181 فول 2. سوف نتعرف في هذا الدرس طريقة رفع الحظر بالنسبة للإخوان الذين قامت إدارة الفيسبوك بحظرهم في التعليق على الفيسبوك، وأيضا للإخوان الذين لم يتم حظرهم من قبل. فهذه الطريقة سوف تفيدك مما لا شك فيه، يعني في المستقبل في حالة ما قامت إدارة الفيسبوك بحظرك من التعليق على بعض المنشورات. طبعا الطريقة قد لا تخطر في بالك بحكم أنها طريقة بسيطة جدا، قام بعض الأشخاص بمراسلتي فيها، و يعني سوف أضع لكم رابط قناة هذا الشخص أسفل الفيديو. طبعا بعد مراسلتي في هذا الموضوع قمت ب يعني إعطائها لصديق شخصي قريب مني على أساس تطبيقها، بحكم أنني لم يتم حظري من قبل على الفيسبوك. هذا الشخص قام بتطبيقه على البروفايل الخاص به، وتم رفع حظر يعني التعليقات عليه في ظرف ثواني. أذكر، في ظرف ثواني فقط قم بهذه العملية، وروح جرب أن تقوم بالتعليق على أي منشور، فسوف تشاهد بأنه تم رفع الحظر عنك بشكل نهائي. طبعا الطريقة مجربة، كل ما عليكم فعله هو الدخول إلى حسابكم على الفيسبوك التي قامت يعني إدارة الفيسبوك بحظركم فيه. كل ما عليكم فعله بعد ذلك هو الضغط على أو سجل النشاطات في الأعلى هنا، وسوف يدخل لكم إلى صفحة بهذا الشكل. تقوم بالضغط على التعليقات هنا على أساس إزالة كم هائل من التعليقات، كم كبير جدا من التعليقات. لهذا بعد الضغط على التعليقات تقوم بإزالة يعني التعليقات من على بروفايلك، يعني سجل، هذا يعتبر سجل التعليقات الذي قمت به على الفيسبوك. لهذا تقوم بحذف التعليقات، يعني حذف، لن أقوم بحذف، أنا شخصيا لم يتم حظري. بالتالي كل ما عليكم فعله هذه الطريقة حذف التعليقات، حذف يعني عدد كبير جدا من التعليقات التي قمت به يعني بها على الفيسبوك. وبعد ذلك روح جرب أن تقوم ب يعني التعليق على أي منشور، سوف تشاهد بأنه تمت يعني فك الحظر عنك بتجربة، يعني صديق لتجربة شخصية، قد أقول تجربة شخصية لأن الصديق مقرب أكثر مني، ويعني بهكذا تستطيع مباشرة يعني في ظرف ثواني رفع الحظر عن التعليق في الفيسبوك عبر هذه الطريقة البسيطة التي كما أشرت في الأول لن تخطر في بالك. فقط قم بإزالة التعليقات وسوف يتم رفع الحظر عنك بطريقة مجربة أحبابي في الله. طبعا كنصيحة شخصية على أساس تفادي حظرك في المستقبل، بطبيعة الحال الفيسبوك يقوم يعني بحظر مستخدميه عندما يقوم بالتعليق بنفس الموضوع في مجموعة من يعني الجروبات إن صح التعبير. طبعا إذا كانت لديك مثلا صفحة تقوم بنشرها كثيرا في بعض الشروحات أو عفوا في بعض التعليقات، هذا تعتبره يعني الفيسبوك سبام، بالتالي بعد مدة سوف يتم حظرك. كنصيحة شخصية أخرى، تفادي يعني الدخول إلى بعض التطبيقات الخطيرة جدا، لأن هذه التطبيقات تقوم بالنشر نيابة عنك في مجموعة من الصفحات وأنت يعني لا تدري بذلك. بالتالي عندما سوف يقوم هذا التطبيق بنشر مجموعة من التعليقات باسمك، طبعا الفيسبوك تعتبره سبام، بالتالي بعد مدة سوف يتم حظرك. جربوا هذه الطريقة واعطوني يعني رأيكم الشخصي مما لا شك فيه، فهي طريقة مجربة 100% وسوف تفيدكم في رفع الحظر. في الأخير دائما لا تنسوا زيارتنا على موقعنا www.igli5.com والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حوحة1981 فول 2. في أمان الله.